كانت الإصابة من الدرجة الثالثة للغضروف الغلالي الخارجي، علاج الجراحي باستخدام المناظير هو الحل الأنسب، ذلك بإصلاح الغضروف نفسه وترجيعه وإزالة الجزء الثالث. ولكنه لا يفضل استئصال الغضروف الهلالي بالكامل لما له من مضاعفات قد تحدث مستقبلا، كحدوث التهاب لمفصل الركبة، أيضا حدوث عدم توازن وغيرها من المضاعفات التي قد يلجأ المريض فيما بعد لتغيير مفصل الركبة بالكامل.